المدادات، ولكن نحن الان بصدد متحف، متحف هذه كارثه، هذه كارثه يجب ان نتنبه لها جميعا، ان متحف يبيع اثر. طيب لما جه يبيع الاثر هو باع الاثر ليه؟ متحف مونسانتو باع الاثر لانه كان عايز يعمل مبنى يكبر بيه ويوسع بيه مساحه المتحف بتاعه. طيب هل من العجيب ان احنا نتناقش في فكره من كل الاثار اللي كانت عند متحف مونسانتو يختار تمثال فخم تاء المصري القديم الذي يرجع ل 4000 عام اللي هو بيصل بدرجه نحته، شوف انا بقول لحضرتك بعد 35 سنه قراءه للتاريخ، انا بقول لحضرتك بقف قدام هذا التمثال وصورته مشدوها بكم النحت البارع اللي في هذا التمثال العظيم، اي بنقي التمثال ده بالذات المصري ما نقاش اي حضاره اخرى، لا باع من حضاره الصين ولا الانكا ولا الاستكس ولا المكسيك ولا بوليزيا ولا حتى الحضاره البريطانيه ذات نفسها ينقيها، لا نقى المصري بالمعارف المكمله لوحده. لما فهذه مشكلة كبيرة، لأن لو هذا المتحف ماذا نعيش حضرتك من ناحية القراءة؟ يمكن الدكتور دلوقتي في المؤتمر الصحفي أشار إلى مخالفة متحف مونسانتو من الأخلاق المتحفية وعلى التمثيل. هل يعني توجد مخالفة قانونية؟ بص يا سيدي، منظمة المتاحف ايكون اللي تكلم عليها الوزير وزير الاثار المصري التي شجبت، ثم اليونسكو لم تفعل شيئا، ثم اتفاقية اليونسكو 70-72 عليها ايام السادات واللي ماضي عليها فوق 190 بلد في العالم لم تفعل شيئا، والمظاهرات التي خرجت من المصريين والايجيز على حد سواء في شوارع بريطانيا رافعين صورة فخم تاء ويصرخوا history is not for sale، اي التاريخ ليس للبيع. لم يحدث شيئا. تجميع توقيعات من 300 من علماء العالم ليس كافيا يا سيدي، نحن بلد 90 مليون، يعني على الاقل عشان اهز الدنيا انا عايز 10 مليون. الاشياء تثير التعجب وتثير التساؤل،